بنقي تمام سلام عم بنقي لبنان. رجل لبناني أصيل ورجل مستقيم بشغله وما عنده شيء تحت الطاولة، كله عنده إياه فوق الطاولة. ما رجل سياسي وخواجة وآدم كفه نظيف، إنسان بيفهم بالسياسة وواضح إنه عنده خبرة وأوريدي كان رئيس حكومة. يعني تمام سلام ما بحاجة يفرض حرير لحرير ليوصل، لأنه معروف تاريخهم شو هن الجماعة. كتير إنسان خلوق وبيحب أهل بيروت، ما بس أهل بيروت، بحب لبنان كله. شخص كتير محترم وبيشتغل لمصلحة البلد، هذا اللي شفناه منه يعني خلال فترة حكمه، واستطاع بكتير من الأمور تحييد البلد، الحرب الأهلية، الأزمات اللي مرت بالبلد، وكان هو رجل دولة بامتياز. إنسان من أخيرة الأوادم بالبلد اللي حافظوا على البلد اقتصادياً وأمنياً، شاءت الظروف في بعض المراحل اللي كان هو مستلم فيها تتعوكر شوي. هو كشخصه فعلاً بحب لبنان وأمين على لبنان، وندعي له بالتوفيق. تمام سلام رئيس حكومتنا وما خلوه يشتغل بالمرة، كان عم يحطوا له عصي بدوليب، في عصي بدوليب بس برضه كان قدها. بيروت بدها تشهد على تحسن بوجود تمام بيك. دولة الرئيس تمام سلام هيك تمام.